أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين تارك الصلاة بالكلية وبين الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ ومن كان كذلك ومات على تركها فما حكمه؟ هذا ذكرنا، قلنا اللي يترك الصلاة نهائيا والذي يترك بعضها ويصلي بعضها سواء. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، ما قال حافظوا على بعض الصلوات، بل قال حافظوا على الصلوات، وقال: والذين هم على صلاتهم دائمون. أما اللي يصلي وقت ويترك وقت آخر هذا ما هو بدائم، ما هو مداوم على الصلاة. نعم.